الحماس ألف، ما في وقت للمقدمة، لازم أوصل على الوقت لأن يومنا طويل. اليوم عندنا ضيوف من مختلف أنحاء العالم، وأيضاً عندنا توقيع اتفاقيات بنعطيكم تفاصيلها بالفيديو. وبدينا اليوم بأول زيارة من وزارة الحج والعمرة السعودية، وكانوا مهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي اللي نستخدمها والكمبيوتر فيجن. أيضاً جونا ضيوف من دول مختلفة من آسيا وأفريقيا ودول أوروبا للاطلاع على ابتكاراتنا ومنتجاتنا، وكان في توقيع اتفاقيات مع شركتين، الأولى من مصر والثانية من سلطنة عمان، علشان ننقل خبراتنا ونكتشف الفرص في أسواق جديدة عالمية. الزوار كانوا مهتمين بخدمة لزام، وهي خدمة لتقييم مخاطر بناء على بيانات المتاحة اللي تساعد النظام بعمل تقرير إحصائي لتقييم المخاطر. هذا كان يومنا في جايتكس، نشوفكم بكرة بيوم جديد وعلم جديد.